يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن التابعي قويس القرني رحمه الله هو أفضل من بعض أفراد الصحابة؟ لا أفضل من الصحابة أبدا، الصحبة هذه ميزة لا ينالها إلا صحابة، لا ينالها إلا صحابة. حتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي هو يعد من الخلفاء الراشدين أو مكمل للخلفاء الراشدين لا يكون أفضل من أحد من الصحابة، من التابعين. نعم، انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.